أشار وزير خارجية النظام وليد المعلم إلى أنه رغم توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على اتفاق لإقامة منطقة عازلة بحدود 15 إلى 20 كيلومتر في إدلب، لا يزال الإرهابيون متواجدون بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة، وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها، وبالتالي ما زالت مدينة إدلب تحت سيطرة الإرهاب المدعوم من تركيا. يوما بعد آخر تصبح الأمور أكثر تعقيدا فيما يتعلق بنص الاتفاق الذي تم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، حيث تشهد مناطق الهدنة الروسية التركية معاودة خرقها من قبل قوات النظام عقب هدوء ساد مناطقها. المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خروقات جديدة من قبل قوات النظام تمثلت باستهدافها لمناطق في قرى مجلال وسكيك ومحيطهما، بالتزامن مع استهداف طال محيط بلدة مورك وأماكن في محيط اللطامنة ومحيط قريتي الحاية وعطشان الواقعة في الريف الشمالي لحماة ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي لا يزال الإرهابيون يرفضون عودة النازحين إليها دون معلومات عن خسائر بشرية. بدوره أشار وزير خارجية النظام وليد المعلم إلى أنه رغم توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على اتفاق لإقامة منطقة عازلة بحدود 15 إلى 20 كيلومترا في إدلب، لا يزال الإرهابيون متواجدين بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة، وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها، وبالتالي ما زالت مدينة إدلب تحت سيطرة الإرهاب المدعوم من تركيا والغرب. ورفضت أنقرة اتهامات وجهتها دمشق لها بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محيط منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، إذ قالت أنقرة أن تنفيذ الاتفاق يسير وفق الخطة. بدوره حذر تشاويش أوغلو من أن تركيا ستتدخل إذا اتخذت الجماعات الإرهابية أو المتشددة في إدلب نهجا مختلفا عن الاتفاق بين أنقرة وموسكو. الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع اجتماع قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول لمناقشة الوضع السوري، أجرت هيئة تحرير الشام الإرهابية تدريبات عسكرية جنوب محافظة إدلب، وذلك في تحدي واضح لاتفاق أردوغان وبوتين حول المنطقة الموقع في 17 من الشهر الفائت. الهيئة نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من المناورات التي أجرتها مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة إضافة إلى القناصات. هذا ولم يعلم ما إذا جرت هذه التدريبات في المنطقة منزوعة السلاح أو خارجها في عمق إدلب. وأقامت تركيا 12 موقعا عسكريا في الشمال الغربي لسوريا بموجب اتفاق سابق مع روسيا وإيران حليفتي الأسد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بعد قمة رباعية بشأن سوريا مع تركيا وألمانيا وفرنسا أن أنقرة تفي بالتزاماتها في إدلب التي تمثل هي ومناطق مجاورة لها آخر معقل للمعارضة المناهضة للأسد. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من برلين الأستاذ عبد المسيح الشامي محلل سياسي، ومن برلين أيضا الأستاذ فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. سيد عبد المسيح مساء الخير. ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. سيد عبد المسيح أهلا بك. يعني هذا الاتفاق، اتفاق المنطقة العازلة، منذ بداياته كانت هناك أسئلة عالقة تبحث عن إجابة، وكان هناك ضبابية في حول هذا الاتفاق، والآن مثل ما بيقولوا اللي زاد الطين بلة اتهام وليد المعلم لتركيا بأنها ما زالت تدعم الإرهاب ولم تنفذ المطلوب منها ولم تفي بالتزاماتها، كيف نقرأ ونفسر ذلك؟ يعني إلى حد كبير أعتقد أن كلام المعلم يعني دقيق، يعني لا يخفى على أحد، وأعتقد أن هذه الأمور علنية ومعروفة، أن جبهة النصرة وكثير من المجموعات المسلحة ما زالت حتى الآن تحتفظ بسلاحها وتحتفظ بسلاح ثقيل. ليست كل المجموعات في إدلب سلمت سلاحها، وحتى يعني جبهة النصرة يعني هنالك تلاعب في كثير من القضايا من قبل، يعني يصورون أن هنالك انشقاقات، قسم ربما مع قسم ضد إلى ما هنالك. هذه اللعبة يعني التركية الأردوغانية إذا صح التعبير
أصبحت مفضوحة ومكشوفة. طبعا تركيا لا تملك غير ورقة المجموعات المسلحة، المجموعات الإرهابية، لكي تضعها على طاولة المفاوضات ولكي تناور بها مع كل الدول الأخرى، تناور بها مع سوريا، مع روسيا، مع أمريكا، مع الأوروبيون، مع كل هذه الأطراف. أعتقد أن هذه الورقة الوحيدة، وبالتالي طبعا هذا الاتهام بجانب منه طبعا موجود. هلا يعني كما سمعنا ايضا من الجانب الروسي هنالك ربما قسم من الاتفاق قد تحقق. هنا مربط الفرس سيد عبد المسيح، هنا مربط الفرس، يعني مو فكره جانب، الفكره بان هذا الاتهام او التصريح من قبل وليد المعلم هو مخالف تماما لوجهه نظر موسكو في هذه النقطه بالتحديد سيد عبد المسيح. لا أعتقد أن الأمور إلى هذا الحد، يعني هنالك يعني اختلاف مطلق بهذه القضية. عفوا، روسيا ربما ترى أن يعني تحقيق أو تنفيذ هذه العملية أو هذا الاتفاق بحاجة إلى جدول زمني أطول من الذي ربما ترغب به وتتمناه وتسعى إليه الحكومة السورية. طبعا يعني روسيا قالت ورددت أكثر من مرة أنه ما زال حتى في يعني المؤتمر الأخير للرئيس بوتين مع ميركل وأردوغان في أنقرة والرئيس الفرنسي، قال أن هنالك ما زال هنالك مجموعات إرهابية مسلحة وهذا الأمر يجب أن يحسم ويجب أن يعني هذه على طيب خلينا نوقف عند هذه النقطة مشان ما نطيل أكثر. نعم، كقوة معادية. نعم، وسوف ندخل بالحرب معها. طيب حتى لا أطيل أكثر على ضيفي من برلين أيضا أستاذ فراس قصاص. أستاذ فراس مساء الخير. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أحداث متسارعة حول المنطقة العازلة، هناك اشتباكات وفلتان أمني اليوم، ويعني دعنا نقول حرب قائمة الآن بين التنظيمات المتواجدة هناك، واتهام من دمشق لتركيا بأنها لن تفي بوعودها والتزاماتها خلافا على ما صرحت به روسيا. نعم، لابد لي أن أسجل الفوارق الكبيرة بين الرؤيتين، الرؤية الروسية لاتفاق إدلب ورؤية النظام السوري لهذا الاتفاق. واضح تماما أن روسيا تعمل على أجندة مرتبطة بها وليست معنية تماما بما يقوله النظام وبرأي النظام في اتفاقية إدلب. بلا شك روسيا كما أزعم منذ أن أعلنت عن اتفاقيتها مع تركيا كانت واضحة الغاية أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجي للرؤية الروسية فيما يخص الوضع في سوريا، والذي أعتقد أنه ليس مرتبطا بمصلحة سوريا بشكل أساسي وإنما بالمصلحة الروسية بوصفها أو تريد أن تكون قطبا دوليا من خلال الوضع السوري إن جاز التعبير. إذن المسألة هذه هي ربما دعني أقول العلامة الأهم أو الآية الأهم التي يمكن أن أستشفها مما يحدث الآن في إدلب من موقف روسيا من تلك الاتفاقية وملاحظة روسيا وتأكيدها على أنها لم تزل ملتزمة بهذه الاتفاقية مع تركيا، ومن موقف النظام السوري الذي يبدي عدم رضاه لكنه لا يستطيع من الأمر شيئا كما يقال. نعم سيد عبد المسيح، يعني منذ إعلان هذا الاتفاق والتأكيد حتى في القمم التي جمعت الرئيس الروسي والرئيس التركي يتم التأكيد على موضوع محاربة الإرهاب، مع العلم بأن إدلب مكتظة بالتنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب والتي تستخدمها تركيا كما أشرت حضرتك ورقة، يعني هنا ملحمة تكتيكال، يعني هي عبارة عن شركة تشبه إلى حد كبير يعني بلاك ووتر كما يقال، بلاك ووتر، يعني هنا في هذه النقطة بالتحديد لماذا لا يتم الحديث بشكل مباشر عن عمليات أو نقاط مطلوبة بشكل مباشر من قبل الروس للأتراك لتسليم كل هؤلاء المدرجين على لائحة الإرهاب سيد عبد المسيح؟ طبعا يعني العملية في أو يعني الوضع في إدلب ليس مرتبط بالمطلق في تركيا، يعني طبعا نحن نعلم والجميع يعلم أيضا أن المجموعات الإرهابية ربما يكون المسؤول المباشر المدير التنفيذي لهذه المجموعات هو تركيا أردوغان، ولكن طبعا ربما المدير العام عن إنجاز التعبير هو أمريكا، وهنالك دول أخرى فاعلة، دول ممولة، دول لها آراء مختلفة، وبالتالي واليوم نشهد يعني أن هنالك تضارب في المواقف والآراء وأيضا السياسات حول
طبيعة أولا يعني استخدام هذه المجموعات ودور هذه المجموعات بما يخدم كل دولة وكل طرف من هذه الدول وهذه الأطراف التي كانت داعمة لهذه المجموعات. هنالك اليوم تباين كما نرى بين أمريكا وتركيا على سبيل المثال، بين تركيا والسعودية والخليج، يعني هنالك مواقف مختلفة. بالنسبة يعني طبعا لروسيا، المهم يعني في هكذا قضايا، القضايا ليست يعني يجب ان يكون هنالك ايضا بعد نظر، واعتقد ان روسيا تنظر ببعد نظر اكثر من الاطراف الاخرى تجاه هذه القضيه، قضيه الارهاب. اليوم يعني ان تاتي، كان بامكان روسيا ربما منذ اشهر ان تستعمل اعتى اسلحتها وتقضي على كل هذه المجموعات بيوم وليله. طب لماذا لم تقدم على هذه الخطوه سيد عبد المسيح، مع العلم بان هناك جايك انا يعني تفضل. تماما هذه الفكره، ولكن هذه القضيه ليست يعني هي بالحكمه التي تكفي للوصول وللحصول على انتصار سياسي حقيقي. القضيه ليست من يقضي وكيف يقضي وباي سرعه يقضي على الطرف الاخر، هنالك لعبه سياسيه، هنالك معادلات عالميه واقليميه يجب يعني مراعاتها بشكل او باخر والتعاطي معها كامر واقع. وبالتالي يعني ايضا اليوم يجب ان ننتبه الى ان هنالك على سبيل المثال كما قلت تركيا يعني لا تملك سوى هذه الورقه، تركيا كانت متعاونة بملفات مختلفة، روسيا ربما تتعامل مع هذا التعاون التركي بشكل مختلف عن الطريقة التي تتعامل بها سوريا. سوريا طبعا اليوم ربما متأزمة أيضا من التصريحات التي قالها أردوغان في هذا المؤتمر تجاه الرئيس السوري. إلى ما هنالك مواقف أيضا متباينة بشكل أو بآخر بين الروسي وبين السوري، ولكن لا يصل إلى حد الاختلاف بالاستراتيجيات والمواقف العامة. أعتقد أيضا أن هنالك إلى حد ما تبادل أدوار يعني بشكل أو بآخر بين أطراف كل حلف يعني من الأحلاف من هنا ومن هناك، ولكن كما قلت القضية لا تحل بأن يتم القضاء على خصمك بأسرع وقت ممكن يعني الشكل الذي نتكلم عنه بإبادات كاملة ويعني أسلحة يعني عاتية، ولكن خليني في هذه النقطة دبلوماسية. نعم. هنالك معادلات يجب أن تتحقق لكي تتم الأمور بأقل قدر ممكن من الخسائر للجميع. طيب أستاذ فراس، بدي منك تعقيب على ما تفضل به السيد عبد المسيح الشامي. الحقيقة تحدث الصديق عبد المسيح عن يعني تحدث وتناول كثير من المحاور وبأفكار الحقيقة متداخلة وعديدة. ربما ما أحتج عليه هو ما تحدث عنه عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمات إرهابية. أنا أتفق معه تماما أن الراعي الرئيسي لهذه المنظمات المتطرفة والتكفيرية هي تركيا أردوغان أو تركيا الأردوغانية، هذا واضح تماما من خلال كل الآثار السياسية، سواء خلال الاتفاقية التركية الروسية التي التزمت تركيا بموجب هذه الاتفاقية بنزع سلاح معظم هذه الفصائل وبالمنطقة العازلة المعروفة لدينا جميعا. إذن هناك في الحقيقة نفوذ تركي كبير ورئيسي على هذه المنظمات التكفيرية، وهذا النفوذ لا يأتي هكذا جذافا، النفوذ يعكس في الحقيقة هذه العلاقة دعني أقول التأسيسية أو العضوية بين هذه المنظمات الإرهابية المتطرفة والتكفيرية المتواجدة في إدلب وبين الحكومة التركية. أدوار الحكومة التركية في تأسيس وفي تمويل وفي توفير الكثير من دعني أقول التقديمات اللوجستية معروفة وبادية، وهناك أكثر من شاهد والعديد من المراقبين والصحفيين والشهود العيان يعرفون ذلك تماما. لكن أن ينطبق هذا الموضوع على الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد هذه المسألة ليست مفهومة وتندرج في إطار الفهم التقليدي السياسي أو تلك الصورة الجوهرانية الثبوتية عن الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن دور الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا حتى الآن هو دور إيجابي، لا سيما دورها في بوصفها جزء من الحلف الدولي ضد تنظيم داعش. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور مهم على هذا الصعيد، تقدم المساعدة التقنية والعسكرية والفنية والعسكرية اللازمة للقضاء على داعش والتغطية الجوية بالطبع، وأعتقد أنها توفر دعني أقول
توفر حيزا من الأمان من حماية. نعم أستاذ فراس. طيب سيد عبد المسيح الشامي، يعني من اتفاق من النقاط التي تم الاتفاق عليها القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة العازلة في إدلب وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، المعروف بأن هناك جناح داخل الهيئة وهو متعصب جدا يطلق عليه مجموعة العصائب الحمراء، هي التي رفضت هذا الاتفاق جملة وتفصيلا، لماذا هذا التوقف حول القضاء ومحاربة هيئة تحرير الشام المدعومة بشكل مباشر من تركيا كما أسلفتم سيد عبد المسيح الشامي؟ عفوا انا انقطع الارسال عندي، يا ريت تعيد السؤال مره ثانيه. تكرم عينك، تكرم عينك فداك. سيد عبد المسيح الشامي، يعني الفكره بان هيئه تحرير الشام هي من التنظيمات المدرجه على لائحه الارهاب، ونص الاتفاق بانه يجب ضروره القضاء على هذه التنظيمات الارهابيه، ومن المعروف بان هناك مجموعه تعتبر من النخبه اسمها العصائب الحمراء بقياده ابو يقظان المصري، وهي متشدده ورافضه لهذا الاتفاق جمله وتفصيلا، ومع العلم بأنها هيئة تحرير الشام هي اليد العليا لتركيا لديها، لماذا إذن لا يتم محاربتها والقضاء عليها أستاذ عبد المسيح الشامي؟ يعني هذه قضية مهمة جدا. يعني ما 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 يطبخ اليوم لمعركة إدلب، وكما هو واضح حتى من المواقف كل الأطراف في أوروبا أيضا وفي كما قلت أمريكا تركيا إلى ما هنالك، هنالك حرص من كل الأطراف على إنهاء هذه المعركة بطريقة سياسية. اليوم طبعا أوروبا على سبيل المثال، وقالت ميركل، قال الرئيس ساركوزي، قالت أيضا يعني المفوضية الأوروبية أنها لا ترغب بفتح معركة في إدلب، لأن هذا سوف يؤدي إلى نزوح من الإرهابيين من المجموعات الإرهابية إلى داخل أوروبا، وموجة لجوء يمكن أن تصل حد المليون شخص أيضا باتجاه أوروبا. هذا أمر طبعا بالنسبة لأوروبا يعتبر كارثة، وبالتالي هنالك ضغط تجاه هذا الأمر حتى لا يحدث. بالنسبة أيضا لتركيا، أيضا كما قال الرئيس التركي يعني أردوغان، قال وبشكل واضح جدا أن أيضا هذه المعركة إذا كانت دخلت بالحل العسكري سوف تؤدي أيضا إلى موجة لجوء، وسوف تؤدي إلى كوارث وإلى ما هنالك. الجميع أنا برأيي حريص اليوم على أن تتم معالجة هذه القضية بطريقة سياسية وليس بطريقة عسكرية. هذا كان يعني مكان إجماع من قبل الجميع. طيب خلينا نوقف عند هاي النقطة سيد عبد المسيح. نعم، يعني خلينا نلقي الضوء على مفهوم التحرك السياسي كما أشرت. يعني المعروف بأن تركيا استثمرت هذه التنظيمات، وكان كل ما يكون في حديث سياسي بين حليف دمشق وهو روسيا والأتراك يتم تسليم المزيد من الأراضي السورية للمحتل التركي، يعني وشمال السوري خير شاهد على ذلك. صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة. يعني أنا لا يعني أنا لا يعني معروف موقفي تجاه تركيا وتجاه هذه المجموعات، أنا أتمنى غدا أن يتم إبادة كل هذه المجموعات المسلحة، ولكن اليوم نحن نتكلم عن حقبة من الحل السياسي، حل السياسي في سوتشي، في أستانا، في جنيف، والحل السياسي كما هو واضح من الاجتماع الرباعي الذي حدث في أنقرة بحاجة إلى كل هذه الأطراف مجتمعة، ويجب إرضاء كل هذه الأطراف مجتمعة حتى ينضج حل سياسي مرتبط بكامل القضية السورية وليست قضية إدلب. وبالتالي يعني أحيانا يتم النظر إلى معركة إدلب على أنها يعني هي المعركة النهائية، هي المعركة الكلية لسوريا، وهذا ليس صحيح. يجب النظر إلى هذه القضية بمنظور شمولي يشمل كل القضية، إعادة الإعمار على سبيل المثال، موضوع وقف الدعم الذي يأتي من الغرب. يعني الجميع يعرف أن هذه المجموعات المسلحة تأخذ دعم وما زالت تأخذ دعم حتى الآن، تأخذه من أوروبا، تأخذه من أمريكا، تأخذه من السعودية، تأخذه من تركيا. طبعا تركيا هي التي تشرف على ترتيب وتوزيع ويعني تدريب وإلى ما هنالك هذه المجموعات، وهي الأخطر ربما بهذه السلسلة، ولكن الأطراف الأخرى أيضا لها دور، وهي تربط الحل السياسي بمعركة إدلب بكثير من الطلبات بعدم الدخول، ليس حرصا. طيب. يعني طبعا هذه المجموعات. طيب. بالنسبة للدول الغربية هي مجموعات مولت من قبلهم، سلحت، هنالك عدد كبير أيضا من يعني المندرجين تحت في هذه المجموعات هم فرنسيون، هم ألمان، هم أمريكيون، يعني أمريكيون ليسوا من أصول عربية،
بل هم ضباط بالاستخبارات الأوروبية والغربية والأمريكية. طيب. وبالتالي هم أيضا يخافون على هذه القضية، لأنهم هم من يشرف على الأرض على هذه المجموعات، وحتى في تركيا. طيب طبعا أيضا في قسم كبير من العسكر التركي ومن المخابرات التركية هو ضمن يعني هذه المجموعات المسلحة، وبالتالي القضية ليست بهذه السهولة يعني يحرصون. طيب أستاذ عبد المسيح الشامي، نعم حتى لا أطيل أكثر على الأستاذ فراس، ولكن يبدو بأن ملف الإرهاب هي ورقة يتم تحريكها من قبل تركيا بالتحديد، وكانت معارك دير الزور خير شاهد على ذلك بوجود يعني عناصر إرهابية تم قتلهم هم من الإيغور الصينيين. أستاذ فراس بالعودة إليك، يعني يبدو بأن القمة الرباعية التي أشار إليها سيد عبد المسيح هي قمة هشة لدرجة أن تم إطلاق تصريحات كثيرة محاربة الإرهاب لتغطية الخلاف بين هذه الدول. لا شك أن هناك خلاف بين الدول الأربع، تركيا وروسيا أعتقد أنهما أقرب إلى بعضهما البعض في الكثير من التفاصيل المتعلقة بالشأن السوري، بعيدا عن ربما الفرنسيين والألمان. لكني لا أتفق مع الصديق عبد المسيح فيما يخص حديثي عن دعم غربي لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية. ربما كانت هناك في مرحلة ما دعما لوجستيا وربما دعما ماديا ماليا أثناء التأسيس الأول لجيش الحر حينما كان معتدلا وقبل أن تجتاح هذه الموجة المتطرفة وتقتلع ما تبقى من التكوينات العسكرية أو تحول ولاءها وتحول عقيدتها السياسية وعقيدتها العسكرية في الحقيقة. بما يخص تركيا لم يعد أعتقد مسار تحليل الحديث عن الدعم التركي والتبني التركي والعلاقة العضوية التركية بين تركيا وبين هذه الفصائل. هناك علاقة عضوية وهناك علاقة دعم وتبني، وهي تستثمر هذه العلاقة الآن تركيا أعتقد أنها لا تمتلك إلا هذه الورقة الآن في المعادلة السورية، وهي تستثمرها كما يجب. طيب أستاذ فراس، على ذكر الاستثمار، يعني الحديث عن اتفاق منطقة العازلة كل يصرح على هواه كما يقال. الآن تصريح يعني لتشاويتش أوغلو قال بالحرف سنكون أول من يتدخل إذا خالف الإرهابيون اتفاق إدلب. يعني هنا إذا سألتك على موضوع آلية وشكل وكيفية هذا التدخل التركي للقضاء كما صرحت على هذه التنظيمات التي تخالف نص الاتفاق. يعني أنا أرى هذا التصريح في الحقيقة ومجرد إظهار إعلامي صوري بأن تركيا ملتزمة تماما باتفاق إدلب وبأنها سوف تستخدم كل الأدوات ما فيها الأدوات العسكرية لحل أي إشكالية تعيق تطبيق هذه الاتفاقية. لا أعتقد أن هناك حاجة لهذا النوع من التدخل الذي تحدث عنه الوزير التركي، لأن تركيا تتحكم حتى الآن وكما يظهر بسلاسة بالمعادلة العسكرية التي تسيطر بموجبها القوات والفصائل التكفيرية في إدلب، وهي تحرز تقدما تلو الآخر في هذا الموضوع. نعم التقدم هذا ليس كافيا ولا يحقق الجدول الزمني المتفق عليه مع روسيا، لكنه تقدم واضح وملموس، وأظهرت روسيا أنها راضية عن هذا الاتفاق وأنها متمسكة تماما بهذا الاتفاق. تركيا تريد أن تظهر ربما بالعديد من التصريحات والتصريحات الإعلامية واللقاءات ولقاءاتها مع الدول أنها لا تملك هذا النفوذ الكبير على المنظمات الإرهابية، تريد ربما أن تبتعد خطوة واحدة وأن تبدي للعالم أن علاقتها مع هذه التنظيمات ليست تلك العلاقة العضوية، لكن هذا في الحقيقة مخالف ومجانب للصواب تماما. نعم ضيفي من برلين الأستاذ فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية، شكرا لك على كل الإنارات أو الإضاءات التي أنرت الحلقة بها، وشكر لك ضيفي من برلين أيضا السيد عبد المسيح الشامي محلل سياسي على إثرائك وإغنائك لحلقتنا لليلة، وشكر لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم متابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء. We'll be right back.